يا ولاد احنا النهاردة هنزور سوا حضانة الاطفال اللي جنبنا، يلا بينا. يلا يا ولاد ورايا، ما تخافوش المشوار مش بعيد. تامر تامر، بص انا لقيت ايه في البيت النهاردة، صاروخ من بتاع العيد. انت مجنون يا زينهم، ده خطر جدا تشيله في جيبك. ما تخافش يا تامر، هي اول مرة يعني. ازيك يا مسز لبنى، شكرا انك سمحت لنا نزور الحضانة النهاردة ده بجد. اهلا وسهلا بيكم في اي وقت، تقدروا تبتدوا تتجولوا في المكان. عندنا كمان اماكن كويسة في الدور التاني، وعندنا هنا مكان للالعاب وحاجات كتير قوي. استمتعوا بوقتكم. تامر انا عندي فكرة جنين، دي فرصتنا اننا نروح الحمام ونولع الصاروخ ده هناك. هننبسط قوي صدقني، ومحدش هيحس بحاجة. خلاص ماشي، بس خلي بالك قوي يا زينهم. ما تخافش يا ابني بقى. يا خبر ابيض، مناديل التويلت ولعت نار. عاجبك كده يا زينهم؟ ايه اللي بيحصل يا ولاد؟ ولعنا صاروخ في الحمام والحمام مولع نار. يا نهاركم مش فايت. يلا يا ولاد المهم نطلع من هنا، تعالوا نطمن على العدد. 1 2 3 4 5 6. ايه ده، في كده حد ناقص. انا هنا يا مستر. ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ يا خبر ابيض، يا رب المطافي بس تيجي بسرعة. تمام علم، هنبعت لكم القوات حالا. يلا بينا يا رجالة. ايه اللي حصل يا جماعة؟ 2 من الطلبة بتوعي اتسببوا في حريقة في الحمام، نزلنا كلنا بس نسينا صلاح في الدور اللي فوق. لازم تنقذوه بسرعة يا فندم، بأقصى سرعة. سمعتوا يا رجالة، خشوا انتوا جوه طفوا لي الحريقة دي اللي في الحمام، وانا بقى هحاول انقاذ الواد صلاح ده. ايه ده يا ابني، ما تخافش هتكون في امان. يلا هنزلك تحت، اديني ايدك يا ابني هشدك دلوقتي. تمام كده خلاص. عارف يا ابني انت عشان شجاع، انا هخليك تنزل انت السلم بايدك يا صلاح. زق الدراع ده بالراحة خالص. برافو يا حبيبي. يا حلاوة، شكرا يا عمو والله. يلا بينا يا عمو. يلا بينا نشوف موضوع النار ده. احنا كويسين علشان انت نزلت من فوق يا صلاح. احنا خلاص طفينا الحريقة اللي جوه، ما كانتش كبيرة قوي. ينفع كده يا زينهم انت وتامر؟ يعني لولا ستر ربنا كان زماننا كلنا في خطر كبير. بقى نيجي للناس زيارة نقوم نحرق لهم الحضانة كده؟ انتوا لازم تعتذروا على الاقل لصلاح اللي عرضتم حياته للخطر. انا اسف. انا كمان اسف. ما يهمكوش اصحابي، انا بخير. على الاقل انا اللي اتحكمت في سلم المطافي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، هتلاقي هنا فيديوهات تانية كتيرة لو حابب تشوف تاني. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو ده، واشترك في قناتنا علشان يوصلك اي فيديو جديد.